يعني فشلت محاولاتنا لضم نبيلة لفرقتنا. على فكرة ده معناه ان نبيلة ممكن تنضم للفريدم على فكرة. لا 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 اطمنوا خالص، هي اكدت لي ان هي لا هتنضم لينا ولا ليهم. يعني ايه ننسى الموضوع ده خالص؟ اطمنوا خالص. I have another trick. ايه؟ I have another trick. ايه؟ انا هتصرف يعني. كنت متأكد إني هلاقيكي هنا قاعدة بتقري. يعني القراية شيء مفيد. طبعا أنا كمان بحب القراية قوي زيك. والله ويا ترى إيه الكتاب المفضل اللي أنت قريته بالنسبة لك؟ لا يعني أنا عايز أقولك إن أنا in my life أنا بحب القراية جدا in general، يعني بوجه عام، يعني بحب القراية بوجه عام قوي. أنا عن نفسي بفضل الكتب العلمية. ده مثلا افضل كتاب صدر عن الجينات. والله الجينات، صدقي بقى انا الجينات دي عندي حاجه يعني مفضله جدا، ده انا حتى بحب جينات صدري. تصور ان هم قدروا يكتشفوا الجين المسؤول عن الذكاء. والله واعتقد انك محتاج الجين ده لانه بالتاكيد مش موجود عندك على الاطلاق. لا لا ابو البوله الكلام ده ما ينفعش، انت كده بتخبطي في الحلل ياما، انا ايهاب برضو. اعتقد انه مش من اللائق انك تستخف بذكائي وتعتقد انك بالطريقه العبيطه دي ممكن تتقرب مني، لاني واثقه ومتاكده ان اخر كتاب قريته كان مجله ميكي ويمكن تنتان. عرفت منين الحاجات اللي انا بقراها؟ لا انت نسيت الشياطين ال 13 يا ابو البوله. شكلك كده أنجزت المهمة بنجاح ساحق ماحق باهر نادر ماهر ماجد. يا سند انت بتقولي أسامي قرايبك ولا ايه؟ لا ولا اتحلت ولا حاجة، طلعت فشتك في الآخر، ما عملناش أي حاجة، متقفلة بالضبة والمفتاح. عارف ليه هابي طلعت فشتك؟ ليه؟ علشان انت دخلت في حوار كان غيرك دخل فيه وخلاص شكله نجح. قصدك ايه يا هديل؟ قصدي يعني ان الأستاذ وليد بتاع الفريدم هو اللي دخل في الحوار. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ انا يا سيدي شفتهم هم قاعدين كده قاعده رومانسيه عاطفيه وفيها مسات ولمسات والباقي انت عارفه. طب بس 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 كفايه كفايه كفايه، صاحبكم جاي هناك اهو. انتوا مساء. وانت من اهله؟ عملته ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتشتمني؟ قوم شوف مش ربع جنيه على الارض. لا لا تعالى انا هقول لك. انت لا عبيط، شكلك كده عبيط وبتلعب في عداد عمرك. يا حيوان. اي انت بتضربني؟ طب خد. يا حمود يا حمود شيلوه من فوق ايه يا موته؟ معقول التصرفات دي تصدر عن ناس محترمين؟ فاكرين نفسكم فين؟ انتوا في مدرسه محترمه. يا مستر انا ما عملتش حاجه، انا كنت ماشي هو اللي شنكلني. لا يا مستر كامل الكلام ده ما حصلش، هو اللي شتمني بالام. بس انت هو بس ده بدل ما تقعدوا وتذاكروا وتجتهدوا وتستعدوا للامتحانات بكل التركيز والمجهود جايين بتتخانقوا؟ طيب رفضوا اسبوع لكل واحد فيكم وما ترجعوش المدرسه الا كل واحد معاه ولي امره. صراحه بقى يا ايهاب انت اللي غلطان، انت شنكلته من غير سبب، هو مش عمل لك حاجه. ليه يعني؟ وانت يعني كنت عاوزين اسمع منك ان هو بيرسم عليها وقف ساكت وما عملوش حاجه؟ ليه سوسن؟ وانت مالك يرسم عليها ولا ما يرسمش عليها؟ شويه شويه تقول لي ياخدها مني. بقول لك ايه، فكك من الموضوع ده خالص. وبعدين يعني انت ممكن ترد له القلم بنفس طريقته بس بشياكه. بشياكه ازاي يعني؟ مثلا البس جوانتي وانا بضربه؟ لا، ضربك بالقلم على خدك اليمين غصه بمطوه، ضربك بالقلم على خدك الشمال اضربه رصاصه. ايه الخفه اللي انت فيها دي؟ حاسب بس انت تتكرع ولا ايه؟ ماشي، ما انت شفت يا معلم اهو، ادينا خدنا رفد اسبوع. وادي الاسبوع عدى. مهم في حاجه حصلت وانا مش موجود؟ في حاجه حصلت. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش بس اكيد في حاجه حصلت. في حاجه حصلت؟
لا يا ابني، ايه اللي هيحصل يعني؟ ما المدرسه زي ما هي اهي. انا مش قصدي على المدرسه، انا قصدي على نبيله. بقول لك إيه؟ الموضوع ده هيجيب لك قلق، كفايه اللي حصل لك منها، سيبك منها. ايوه، وبعدين يعني هو اللي حصل ده كان بسببها هي؟ امال كان بسبب مين؟ البنت قاعده هناك اهي عماله بتقرا في كتب. استنى ما ابص عليها. لا ده ما فيهوش اي مجهود. مين بعد كده؟ البحث بتاع شرويت. شرويت هايله هايله بجد. سند حلو. دي اقل حاجه عندي، انا عرقت جامد قوي عشان خاطر اعمل البحث ده. نبيله نبيله هايله يا نبيله، عامله مجهود هايل جدا، وانا متوقعه لك يعني مستقبل عظيم. ده استاذه. نبيلة. نعم يا إيهاب، عايز حاجة؟ بصراحة يعني أنا ما كنتش متوقع إن الجامدة جدا في الفرنساوي كده. أنت ناسي إن أنا كنت عايش في فرنسا ولا إيه؟ آه فرنسا، فينو، كرواسون، باتيو. طب بقى من حيث كده أنا عاوز أطلب منك خدمة. اتفضل، عايز إيه يا إيهاب؟ يعني عاوزك تساعديني وتقفي جنبي كده في الفرنساوي، زي ما أنت عارفة لغتي يعني نص نص. قوي قوي، مفيش أي مشكلة، شوف الوقت اللي يناسبك وأنا مستعدة. بصراحة يا نبيلة يعني أنا متشكر ليك قوي. إيهاب، هي فرشة السنان اليومين دول بقت تستخدم للحواجب ولا إيه؟ آه، عشان حواجبي ما تسوس. أنت متأكد يعني إن هي وافقت؟ يا سند طبعًا وافقت، هو أنا قليل ولا إيه؟ لا طبعًا مش قليل. طبعًا. بس إشمعنى يعني في أوضة الكمبيوتر؟ جرى يا سند، ده أنا أقول إن أنت صايع يعني تفهمه وهي طايرة. قط الكمبيوتر دلوقتي هتبقى فاضية ويعني والجو ده هيبقى جميل. يا نمس يا نمس. طب يا مروح. بس أنا خايف. خايف ليه؟ ما تثبت كده يا دو، خليك راجل. خايف يبقى شيطان هناك ويبقى شيطان تالتنا. طب ولو هناك هتعمل ايه؟ أكيد هلعب جيمز. عبيط قوي الواد ده، يبقى الشيطان تالتهم ويلعب جيمز. أنا لو مكانه ألعب معاكوا تشينا. لا لا يا عم أنا ما بحلفش، بس والله العظيم والله العظيم هي اللي طلبت مني كده. نبيلة. ايوه نبيلة. انا قاعد زي كده بالظبط. وخير اللهم اجعله خير. الاقيها قاعده بتترجف فيا وتقولي والنبي ذاكر معايا الفرنش. انا اتنكت بقى ورفضت، وهي قاعده بتترجى وانا اتنك. في الاخر بقى اضطريت اوافق. غريبه. ايه غريبه ليه يعني؟ اصل اشمعنى يعني هتجيلك انت تحديدا عشان تذاكر معاك الفرنش مع انها شاطره فيه؟ تصدق معاك حق. يا عم دي تلاقيها حجه بس. ده هي بالخصوص طلبت مني نتقابل في اوضه الكمبيوتر، والاوضه بتبقى فاضيه في الوقت ده، هي عايزه تستفرد بيا. قلبي قلبي ايدي كده. قلبي قلبي. قلبك بتخبط في قلبك؟ بهرج معاكي بس انت شكلك اتخضيتي عليا مش كده؟ يعني صح. اعتبر ده وعد. وعد يعني ان انت تتخضي عليا تاني؟ ممكن. انت عارفه ان انا لسه دلوقتي حاسس بصدق مشاعرك من ناحيتي. صدق مشاعري من ناحيتي. وعشان المناسبه دي انا كنت مألف لك قصيده منها 16 بيت مثلا. عليك انت. انا ايوه ربنا يخليك. ميرسي. تحب اقولهم لك؟ لا لا خالص. لا ده هي كلها يعني غزل، وعاوز اقول لك يعني كلها شعري لما بشوفك بيتيح، احب اشوفك وبعدين اشرب شيح. شيح. يعني حاجات من الحلوه دي. يا ربنا يخليك. احنا ممكن نرجع بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ممكن نرجع. المهم دي الافعال اللي بتتصرف مع اتغ، والافعال اللي بتتصرف مع افوا. ايه انت مش مركز معايا خالص؟ ها طيب اعيد لك تاني. يا ريت تعيدي بس يعني تفهميني قوي عشان انا مش عارف افهم. طب ممكن تركز معايا شويه؟ ركز. يعني انا هركز اكتر من كده ايه يعني؟ ما انا مركز جامد قوي. بتحبني بتحبني. كنا بنتكلم عن بير بالمتر فاكره؟ والشعر بتاعك اللي تحفه. جميل. صباح الخير. صباح النور. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت يا وليد؟ كنت عايزك بس في دقيقتين على انفراد. اتكلم عادي. ده ايهاب. اتكلم عادي. وليد تخيل ما خدتش بالي يا حبيبي. اهلا. ازيك؟ اهلا. كنت بس عايز اقول لك قصيده شعر من 16 بيت من ابداع لعبد الله. برضه 16. دي صدفه هايله. صدفه هايله بصراحه. مش فاهم بس مش مشكله. اقول
جاهزين؟ اتفضل حمك. ايوه قدها. بسم الله الرحمن الرحيم. القصيده بتقول ايوه اول ما بشوفك انا حبي ليكي في العميق ماشي وفي الغويط حبي ليكي في الغويط. انا معلش متوتر بس شويه. لا لا خد وقتك تاخد وقتك يعني فرصتك. حبي ليكي في الغويط وقلبي لما بيشوفك بيعمل طيط 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 واللي يفكر فيكي غيري لا مؤاخذه يعني يبقى عبيط. يلا يا حبيبي اصحابك مستنينك في الغيط. اما حته مقلب اهو اهب مع بعض. وعامل لي فيها روميو بقى وقاعد تقول لي انا لازم اقعد معاها لوحدينا عشان مش عارف ايه ونذاكر. يا فكسان يا كذاب. بس بصراحة ضربة معلم أحسن يستاهلوا هما الاتنين إنهم يلبسوا في الحيط. والله حاجة تضحك واللي يضحك أكتر إن هما الاتنين يعني صدقوها. أنا بجد مش عارف يعني هي بتعمل معايا كده ليه؟ يا راجل مش عارف هي بتعمل معاك كده ليه؟ ما هي قالتها لك يا إيهاب ما تستخفش بذكائها وما تحاولش تقرب منها بالأساليب العبيطة اللي أنت بتعملها دي. جرياها دي أنت معايا ولا معاها؟ الموضوع ما بيتحسبش كده خالص. أمال بيتحسب إزاي يا أبلة؟ بص يا سيدي احنا لازم نكون معترفين بحاجه مهمه جدا. نبيله دي بنوته مختلفه كمان لازم نحترم ذكائها. انا شخصيا معجبه جدا بطريقه تفكيرها. ومين قال لك ان انا مش معجب بيها؟ انا في الاول يعني كنت برسم عليها الاعجاب يعني عشان اتقرب منها والحاجات دي بس بجد لقيت نفسي بحبها قوي. انت بتقول ايه يا ايهاب؟ اوبا انت شكلك كده يا بطل وقعت ومحدش سمع عليك. بصراحه يعني كده حاسس ان انا بحبها قوي بحبها. عاوز اقول لكم بقى كان طبق كول سلو يجنن. بتهنى انت بتلعب سناك ولا ايه؟ انت بتقول ايه يا وليد؟ يا جماعه والله انا بتكلم بجد انا فعلا حبيت نبيله. حبيت نبيله ايه يا ابني؟ يا ابني بطل بقى اشتغالات بقى واسطوانات فكسانه يعني الكلام ده تروح تقول لها هي ده انت صدقتك اساسا. انا مش فاهم انتوا ليه مش عايزين تصدقوني. بقول لكم فعلا بحبها. انت بتتكلم بجد ولا ايه؟ اكيد بتكلم بجد. المواضيع دي ما فيهاش تهريج. انا بس عايزكم تصدقوني وتساعدوني. نساعدك ازاي بقى ان شاء الله؟ قول لي بقى نساعدك ازاي بقى يا استاذ وليد؟ ها نعمل لك واسطه مثلا عندها؟ طب ينفع الوقت بطل تهريج عشان انا مش فايق اي تهريج؟ اصحى بقى يا نوم. طب ممكن انا اقول لك حاجه؟ ها ممكن احساسك ده ما يكونش صادق. لا انا متاكد ان هو صادق انا ما بكذبش. لا انا مش بقول انك كذاب انا بس بقول ان ممكن يعني من كتر ما نبيله قعدت تصدك قعدت تصدك فانت حسيت ان الممنوع مرغوب يعني فاهم. انا فهمت متهيألي بس والنبي بلاش تحاولي تعملي فيها فرويد عشان انا اتخنقت. انا الصراحه مش قادر اصدق الحوار بتاعك ده اصلا. ما اعرفش انا لازم اقول لها ما بس مش عارف اقول لها ازاي يعني. يا ابني شوف مذاكرتك وسيبك من الكلام اللي انت بتفكر فيه ده. يا جماعه مذاكرتي احنا في اجازه دلوقتي. اه يا جماعه بمناسبه الاجازه رحله شرم انا سمعت ان مول لايت طالع لنا. مول لايت مول لايت؟ اه قاعدين هناك دول؟ ايوه لا اللي قاعدين هناك دول. اذا كان كده بقى يبقى احنا لازم نطلع. ما ينفعش. طبعا لازم. بونسوار سيدي دام. مش فاهم حاجه بس مش مشكله. ازيك عامله ايه نبيله؟ طب قوم يا ابني ساعدونا قوم قوم. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. انا رامي ودني على الترابيزه اللي ورانا. ها صاحبك بيرسم على نبيله هارش. طب ايه هتسيبه كده يا عم الهارش؟ ليه يعني وانا قاعد مركب ضفاير؟ اتقل بس انا هظبطه. ايه ده بجد عيد ميلادك الخميس الجاي؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. هو 3 يناير هعمله في النادي. كل سنه وانت طيبه نبيله. وانت طيب طبعا. كلكم مش محتاجين عزومة. اكيد طبعا. عن اذنكم هبلغ بقيه الزملاء. رحلة. عينك يا عم. ايه؟ عينك. ده انت مش معانا خالص. يا جماعه مش فاهم بتتكلموا على ايه؟ يا حبيبي مش فاهم احنا بنتكلم على ايه؟ ولا انت هتعملهم عليا هلا ولا ايه؟ يا جماعه زميله وجايه من الاجازه برحب بيها بس. بترحب بيها. او 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 تعمل الحركات دي على حد تاني. بتحس الايام كلها مفيصه.
لو واحد منهم شال كرسي هيبقى على وش شكله ده كده بالسمنه وده جميل يا كامل الاوصاف والاخلاق. طبعا هتروح ها؟ اه اكيد طبعا هنروح كلنا. هي مش بعد انفيتيشنز يبقى سامينا كلنا؟ طيب يا هابي ما هي بعد فريدم كمان. قصدك ايه يا هديل؟ قصدي يعني ان لو احنا رحنا يبقى لازم نعمل حاجه مختلفه، حاجه كده مطرقعه عشان نغيظ الفريدم. صح، انت معاكي حق، خصوصا ان الوليد هيجيب هديه جامده جدا. هو انت يعني فكرك ان انا مش عامل حسابي على موضوع زي ده؟ طب ايه؟ انت ناوي تعمل ايه؟ اكيد هجيب هديه احسن من اللي هيجيبها وليد. هو انت عارف اصلا وليد هيجيب لها ايه اصلا؟ سيبك من الموضوع ده، انت ليه مهتم قوي بالموضوع ده؟ انت واخده على قلبك كده ليه؟ يا داليا امال انت شايفه الموضوع ازاي يعني؟ ما انت عارفه المنافسه اللي بيننا وبين الفريدم. ايوه يا حبيبي، بس دي مجرد زميله لينا وده عيد ميلادها، يعني حاجه عاديه يعني، مش اوفر كده. لا 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 دي مش اي زميله. اه طبعا بلبل دي الحته الفرنساوي يا اخويا، ولا الحته الفرنساوي ولا حاجه، انا شاكك انها في الاخر هتطلع بنت خالتك فرنسا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني يا اخويا بتعيط وبتاع؟ ده انت جايب هديه جامده وموبايل بتو كامز. ماشي يا عم قشطه، كان لازم اجيب لها هديه. ايه ده ايه ده ومالك بتعيط؟ كان لازم اجيب لها هديه. ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ فلوس فلوس. مش عايزه اصدقك، ايه البخل ده؟ انت بخيل قوي. ادي خليت منظرنا وحش قوي بسبب الهدايا البلح اللي احنا جايبينها. لا بس على فكره بقى، الهديه مش بتمنها، الهديه بالقيمه اللي بتعبر عنها. الله شفت يا بوب الهديه اللي جايبها وليد؟ هيكون جايب ايه يعني؟ هديه معديه معديه يا هوبه. جايب موبايل، انما ايه؟ احدث موبايل في السوق. يا ابن ايه؟ طب وبعدين؟ ده انا كده هيبقى شكلي كيس جوافه. شوف بقى هتعمل ايه يا بوب. لا لا ما تقلقش، بوب دايما بيعرف يتصرف. اه ادي ازيك يا نوم. بوب عامل ايه؟ تعالى استنى. روح ده تعالى نوم. اه مكان واسع. اه ايه؟ اه لا مؤاخذه لا مؤاخذه يا معلم. بقول لك ايه، انا عايزك تبقى جنبي شويه دول، ها تختفي وتيجي جنبي برضه. تأمرني يا بوب. ماشي اتفضل يا معلم. رايح فين؟ رايح السلع على الساق. اوعى يا بوب اوعى. عيش يا معلم عيش. ايه ناوي على ايه يا بوب؟ بص يا معلم، انا عايزك تدور على اي تليفون وتكلم منه الواد وليد. اكلم وليد؟ طب ليه وهقول له ايه؟ تكلم وليد ليه؟ عشان انا عاوزه يختفي من هنا دلوقتي. اما هتقول له ايه بقى، اي حوار يجي على دماغك مش فارقه. طب وانا ليه ادور على تليفون؟ ما انا ممكن اتصل بيه من موبايل. يا عمي ما هو اكيد مسيف نمرتك، فهيعرف ان انت اللي بتتصل بيه. يا زكي مو انا لو كلمته من تليفون من بره هيعرف ان انا من صوتي. يا ربي على الغباء يا ربي على الغباء. يا عم انت، ما هو انت لازم تغير صوتك. اه غير صوتي؟ اه ماشي يا برنس كده تمام. ايه يا عم القرف اللي انت بتعمله ده؟ ايه طيب؟ طب فهمني، طب انت عايز ايه وانا هظبط الدنيا؟ قول لي انا هظبط صوتي على الحوار بس فهمني. طيب حاضر يا سيدي، انا عاوزه يختفي من هنا دلوقتي عشان اخد الهديه اللي هو جابها دي واحاول اظبط فيها اي حاجه عشان انا شكلي ما يبقاش وحش. شفت لما فهمتني انا فهمت. ماشي اختفي. الو استاذ وليد، انا من اداره النادي، في حد هيكلمك ثانيه واحده. الو استاذ وليد، لو سمحت العربيه بتاعت حضرتك اللي في الباركينج راكنه في مكان يعني مش ولا بد، فممكن تتخبط، بعد اذنك ممكن تيجي تحركها العربية؟ طيب 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 انا جاي حالا. اوكي ميرسي جدا شكرا. الو ايوه يا استاذ وليد، انا معجبه بيك جدا جدا جدا. باي باي باي. يا وليد في ايه؟ العربية بس هطلع اغير مكانها لحسن تتخبط، خلي بالكم من الهدية. ماشي طيب اوكي ماشي باي باي. حصل يا بوب. عرفت شفت وليد وهو خارج. نوم تعالى. ايه ازيك يا معلم؟ ازيك. بقول لك ايه، شايف العلبه اللي هناك دي؟ اه عاوزك تجيبها لي. اسرع سند. هيسلق هيسلق. بقول لك ايه، ايه يا عم سند ما تفهمه؟ بص بص انا فاهمه، دي خدمه انسانيه. اه ماشي، انت طبعا عارف ان وليد بيحب نبيله. ايوه بيحب نبيله. وبعدين احنا عايزين ناخد العلبه دي علشان نحط فيها جواب نشرح فيها مشاعر واحاسيس وحب وليد لنبيله. ايوه وحب وليد لنبيله يا حنين. اه عرفت بقى؟ شفت
خدمة إنسانية يا أخي. شفت بقى إحنا بنحب وليد قد إيه؟ أنت عظيم، أنت عظيم يا بوب، أنت عظيم يا سنة. ميرسي، ميرسي يا علي. اتفضل. يلا، أنا هروح أجيبها وأجي. ربنا معاك. حاجة وليد بيه؟ طب ما هي العربية اهي. امال بتتصلوا بيا ليه بقى وعايزين نغير مكانها يعني؟ ما حصلش، محدش من الأمن اتصل بحضرتك. وبعدين حضرتك سايب مفتاح عربيتك معايا، لو كان حصل أي حاجة كنا نقلناها من غير ما نزلك سعادتك. أيوه أيوه صحيح. امال هيكون مين اللي اتصل بيا يعني؟ جايز مكالمة غلط. مكالمة غلط. جايز. وكده سعيد جامد قوي. لا لا بصي وال يا سلام عليك يا نور. الهوا دي ايه الحلاوه دي؟ والله ده انت هايل هايل يا نور. هايل. انت من الاحرار يا علي، وانت من اهله يا سند حبيب قلبي. احنا هنعمل ايه؟ ما تقلقش. طب احنا هنروح بقى نكتب شويه مشاعر واحاسيس. تكلوا انتوا. طيب تكلوا انتوا. يلا حبيب قلبي مع السلامه يا جماعه. علي اتفضل. احسن كلام عندكم. ايوه ايوه ما تقلقش. حني والله يا حني. والله لا انت بغزي نفسك. أوكي. مصر محتاجه لك يا نور. طب هو ليه 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 البومب ده ليه؟ عشان يا معلم يبقى انفجار ما حصلش مدوي. طب وايه لازمه الحجاره؟ ما هو عشان بقى ايه، ما هو انفجار مدوي يعني اذى، عشان اللي يفتح العلبة عينه تطير، مناخيره تسيح، أي حاجة. طب طب وإيه ده ليه؟ السلك ده ليه؟ ما يا مغفل قوي يا سند. بص يا معلم، أنت درست هندسة؟ تقريباً. طيب السالب والموجب؟ ماله؟ بوف. إيه بوف دي؟ بص انفجار وقتي بوف، هتلاقي العمارة اتهدت. يا راجل. آه بص كده. ماشي. بص كده. كده خلاص. خلاص يا سند. امبو والله انت ذوق، والله ذوق. انت الحاجه بلعبيها يا ولاد الايه. ايه يا نو؟ ايه يا جميل؟ ايه الكلام نار. عاوز اقول لك هيولع الدنيا اكيد. مش قادر اقول لك. حسيس. حسيس ومشاعر على الاخر. والله عفارم عليكم. هات بقى ارجع نادي واحده واحده. حبيبي حبيب قلبي. حبيبي شفت الحنيه؟ حنين قوي. يا فيروش. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا مولى. سنة حلوة يا جميل. كولونيا دي؟ كل سنة وانت طيب. عمي اسمح لي اقول لك يا بابا. بابا نبيلة نبيلة. قول. ما تاخد شوية يا وليد. وليد مالك؟ مفيش مفيش. ازاي حبيبي؟ ده انت سرحان وما بتتفرجش حتى على الفيلم. اتفرج على ايه بس؟ ما انا شفت الفيلم ده مليون مرة قبل كده. ياي سترو ياي ياي.
بتتكلمي مين؟ الست اللي بتداني عبد الحليم متجوزها دي وسايبها هي واولادها. يا ماما ده تمثيل. ما انا عارفه يا حبيبي ان هو تمثيل، بس كل ما بشوف المشهد ده بتاثر بيه. هو مساء الخير يا كابتن مجانس. مساء الخير يا استاذ دعاء. عرفت تنقي فعلا. صاحبي وليد. صاحبي ازيك يا باشا؟ بالراحه عليا مجانس. هو قدك؟ خلينا في المهم بس. امور واي خدمه؟ كنا عايزينك في حوار كده. حوار ايه؟ خناقه ولا حراسه؟ خناقه كده وكده يعني. ايه الموضوع؟ بص يا سيدي، خناقه كده وكده يعني. كده وكده ازاي يعني؟ يعني هقول لك، شفت فيلم عادل امام اللي هو البحث عن فضيحه؟ لما دخل وبتاع وجاب مجارس وش والحاجات. ايه انت مش يا مجارس؟ الراجل اللي جابوه عشان. ايوه الراجل اللي جابوه عشان ال وهتدفعوا كام بقى؟ 100 جنيه. 100 جنيه؟ ايوه 100 جنيه. 100 جنيه يا استاذ. ايه مجالس؟ طب عايز كام يعني؟ الورقة الجديدة. ورقة جديدة؟ عايز كام يعني؟ 200. 200 جنيه؟ مش مشكلة يا عم. بص يا سيدي، هديك 100 جنيه دلوقتي و100 جنيه تانية بعد ما تنفذ. ها قلت ايه يا مجالس؟ ايوه شهر 7. ده له 7 يعني. لا وعاوز اقول لك بقى ان عيد ميلادي يوم الثلاث الجاي كمان. ممكن. ماشي. ازاي الثلاث الجاي؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يعني. عاوز اقول لك وانت اول المدعوين على عيد ميلادي يوم الاربعاء. ها اوعي تنسي يوم الاربعاء. ايهاب ايه؟ ركز. ثلاث عيد ميلادك يوم الثلاث، والاربعاء ايه بقى؟ ايه ده، انا كنت قلت لك ان عيد ميلادي يوم الثلاث. ايوه يبقى زي ما قلت لك بالظبط، ان شاء الله عيد ميلادي يوم الاربعاء الجاي. اوكي خد الورده دي. لا خدها انت يا ابني. انت عبيط يعني؟ ازاي دي اصلا؟ دي هجيبها لك منين دي اللي تعمل مراته؟ انت اتجننت يا وليد؟ اجيبها لك منين دي؟ ايوه هي عندك. عندي؟ يا واقع يا سافل يا قليل الادب، انت قصدك خالته ام لؤي؟ ايه خالته ام لؤي؟ ايه وقرف ايه يا ابني؟ بتكلم على الشغاله. شغاله مين؟ دي اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ ايوه خالته ام مبروك. خالته ام مبروك الشغاله بتاعتنا؟ ايوه هو ده الحل الوحيد. يعني انت يعني عايز تقنعني ان خالته ام مبروك هي اللي تيجي تمثل انها مراته؟ ايوه كتكنيله. لا طبعا ده لا يمكن يحصل، لا يمكن يحصل خالص. خالته ام مبروك. بصي بقى، انا عايزك تركزي معايا كويس جدا. ها هتدخلي دلوقتي هتلاقي واحد تخين كده اسمه ايهاب، عامل زي التلاجة كده. تمام. هتمثلي انك مراته. هتمثلي ايه؟ ان انا مراته. جميل. الولاد معاكي؟ واقفين بره. جميل قوي. هتمثلي فاكره فيلم معبود الجماهير؟ ايوه فاكره. فهيمه بالظبط. انت هتمثلي انك فهيمه. تمام. يبقى نراجع كده مع بعضينا. هتدخلي على مين؟ على ايهاب. ايوه. وهتعملي ايه؟ ان انا مراته. ومعاكي العيال؟ واقفين معايا. تمام كده؟ كله تمام؟ يلا بينا.